في عام دراسي ونحن لازم نتعلم كلنا كشعب لبنان. بس روح اضغط شوف كيفك تمشوا بالمسار الدبلوماسي انتو كحكومة لوقف اطلاق النار. ندعي اليوم الطلاب والمنظمات الشبابية والطلابية تنزل على الارض، هي الحراك الوحيد اليوم انا بشوف امل هلق لوقف اطلاق النار. اوكي في ناس عم تقوم بشغلة على ارض الميدان ونحن كطلاب عندنا شغل، كل واحد اكيد عنده شغل. اليوم نلملم جروحنا، ننزل على الارض، نعتصم، نكون بس ما بتحسوا من مقومات الصمود انه كمان في مدارس عم بتكفي تتعلم؟ يعني احنا بتصور للسلام، للسلام بدنا علم. اكيد ساره انا غياب العلم رح يجرنا يمكن لحروب ثانيه. بس ما احنا ما بنحكي على غياب نهائي للعلم، احنا هلا بفتره مؤقته بتتعطى الوزير منا اقتراح انه بعد الظهر مدارس الخاصه بيدعيهم انه يفتحوا المدارس الخاصه لا يتعلق. لا انت عم تحكي بيدعيهم هلا في هون نقطتين. لا لا هون في نقطتين بيدعيهم لهذا الشيء. بس هل هو هذا حل انت برايك؟ اذا انا ماني قاعد ببيتي، ماني قاعد ما معي كتبه، ما معي تابلت اذا بدي ادرس اونلاين، ما معي شيء مقومات اني اعيش، كيف عندي مقومات اتعلم؟ صحيح 100% ياسمين. يعني بس اكفي لك الفكره، اليوم المنظمات الشبابيه الطلابيه كلنا سوا ننزل على الارض، حنشوفك على الارض اصلا هلا بس بمسار نحن نكون عم نحاول نسعى. اليوم بس تشوف الدول عن جد، بس تشوف الدول هلا عدد كثير كبير من الطلاب على الارض عم بيطالب بوقف اطلاق نار، بتبلش تتدخل دبلوماسيا لتجبر لو نوصل لمرحله وقف اطلاق نار. ما بقى فينا نستمر خايفين على العام الدراسي وخايفين، خايفين مو شغلك دبلوماسيا لوقف اطلاق نار، خايفين ننزل كل هالطلاب على الارض نعمل شغلنا.